أبو مكة بقى سعودي بقدرة قادر، طلع إعلامي سعودي وقال إن محمد صلاح أصله من هناك وكمان طالب بانتقاله للمنتخب السعودي. إيه حقيقة الكلام ده؟ وهل هيتنقل محمد صلاح للدوري السعودي فعلا ولا لا؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. حكاية جديدة بدأت تطلع على محمد صلاح نجم منتخب مصر وقائد نادي ليفربول. السعوديين النهاردة فيهم واحد طلع بيقول إن محمد صلاح لازم ينتقل للمنتخب السعودي ويسيب منتخب مصر. مصر مش بلد محمد صلاح ولا يحق لي يلعب مع المنتخب المصري. طيب ليه كده؟ أتاري إن الإعلامي السعودي مشعل السعدي عنده معلومة أو حد قال له إن محمد صلاح أصله من قبيلة سعودية قديمة، بس محمد صلاح أصلاً ما يعرفش إنه من القبيلة دي. وفقاً للي قاله الإعلامي السعودي والعهدة في الكلام ده عليه، فهو إن محمد صلاح من قبيلة حربة الدول أو من قبيلة الشهبان، أي قبيلة في الاتنين يعني، هو اللي قال له المعلومة قال له الاتنين، بس هو مقتنع إن محمد صلاح من قبيلة حربة الدول، وده علشان شوية مواصفات شايفة في محمد صلاح وشايف ان هي السبب في القدرة الكبيرة لمحمد صلاح مع ليفربول. الاعلام السعودي بيقول ان محمد صلاح اجداده انتقلوا من السعودية زمان لمصر واستقروا في مصر، ومع مرور الوقت بقى محمد صلاح، بس هم عايزين صلاح دلوقتي لانه ابنهم في الاصل وعايزينه هناك في المنتخب السعودي. الاعلام السعودي استعان على كلامه بدا بمواصفات خاصة موجودة في محمد صلاح. المواصفات دي انه شجاع ولا يخاف من خشونة المدافعين واعتراضه لإيقافه بطرق مشروعة وغير مشروعة، وعلى كلامه فالصفات دي بتجدها في قبيلة حربة الدول. وفي اللي بيقول ان اسمه محمد صلاح الصعدي من الشهبان، وعلشان هو من الشهبان فهو عنده القدرة برضو على ان الكرة اللي بيشوطها على مرمى الفريق المنافس بتكون كرة شديدة وصعبة ان حارس المرمى يتصدى لها بسهولة. في نهاية الكلام اللي كتبه الاعلام الصعدي على تويتر اكد ان عادي هم مسامحين في محمد صلاح انه يفضل في مصر ويلعب لصالح المنتخب المصري، مش مهم يعني قوي وجوده في السعودية، سواء كان صلاح مصري أو سعودي فالكل روحين في جسد واحد، ده على وصفه يعني. المهم الإبداع والإمتاع اللي بيقدمه محمد صلاح في الملاعب. الفكرة بقى إن في عدد من السعوديين المتابعين للإعلام السعودي شافوا كلامه وقالوا بس خلاص لازم محمد صلاح يلعب لصالح السعودية، مش لازم المصريين والمنتخب المصري لوحدهم اللي يستفادوا بيه، لازم الكل يستفاد بيه، المنتخب السعودي كمان يلعب لصالحه لمحمد صلاح. ويمكن لما يعرف إن أصل سعودي قرر يروح يلعب لنادي سعودي، نادي الاتحاد بقى ونادي النصر زي ما يحب محمد صلاح في الاخر. اما بقى المصريين اللي شافوا كلام الاعلام السعودي فدول كان رايهم ان اللي قاله الاعلام السعودي غلط، مش خالص محمد صلاح اصله من السعوديه، ده محمد صلاح مصري ابن مصري. في النهايه انتم ايه رايكم بقى في الكلام ده؟ شاركوني برايكم في التعليقات.